مشاهدينا اليوم لما نسمع ان هناك شابه كويتيه حققت انجاز في اي مجال، ترى يعني ما عاد الامر بالنسبه لنا شيء غريب، لان ما شاء الله الكثير من الكويتيات مبدعات. نعم، شكرا لك. ورفعوا اسم الكويت في المحافل العربيه والعالميه، لكن لما نشوف ان هالانجاز في مجال غريب، نحتاج ان تكون هذه الموهبه معنا، ولا ايش رايك؟ اكيد ابداع جديد صراحه. نعم. وفعلا نجلان اشاركك بهذا الموضوع، واحنا راح نوجه لكم يعني حتى مشاهدينا بان هل فعلا الفتاه الكويتيه حققت وايد من الانجازات؟ طبعا الاجابه بكل شفافيه مثل ما قالت نجله انها فعلا حققت. نعم. والدليل على هذا معنا اليوم شابه كويتيه بطله في سباق الماراثون والمسافات الطويله، ومو كذي بعد يا نجله. نعم. ان غالبيه مشاركاتها كلها خارج الكويت، وحققت بطولات وما شاء الله يعني دائما تمثل اسمها، تقول ومثل طبعا اسم الكويت. كلنا نعاني من الايقاف، لكن الماراثون واللي ركضت فاطمه ابو عباس ما يوقفها شيء، الله يحفظها. ما شاء الله. مسي عليك بالخير. النور. طبعا اول مره لتوترين انت رياضيه. لا عادي، يعني لازم ما شاء الله متعوده على مواجهه الامور الصعبه. لا ما في شيء، الحمد لله. الحمد لله باذن الله. المهم وين حياك ان شاء الله. لكن هل فعلا في كويتيات وما يمارسون هذه الرياضه ولا عدد قليل؟ لا موجودين. نعم وايد، انا عندي وايد رفيجات يركضون، بس انه في صعوبه انه يطلعون برا، بس انه موجودين. نعم. الحين فاطمه كلمينا عن نفسك اول شيء في رياضه الماراثون. وصراحه انا اختلفت انا ونجله بالبدايه الحلقه، قلت لها انها ما سمعنا عنها، قالت لا بلا موجوده. فهل في ظلم للاعلام بالنسبه لك بشكل عام؟ وقاعد تمثلين منو بالضبط يعني غير اسمك؟ وقلتي اسم الكويت، هل في مظله راعيه لك؟ لا ما في احد. ما في. زين بلش بالبدايه، كلمينا عن الرياضه هذه. انا بديت فيها كنت اركض بروحي بالممشى، لين شافني واحد اقترح علي اني اروح نادي الفتاة. رحت بالسنه اللي كنت موجوده فيها هناك، كان الوضع مو تمام، في تغيير مدربين ووضع غير مستقر. نعم. وانا ما كان عندي الثقافه الرياضيه في نادي الفتاة الكويتي. انا ما كان عندي الثقافه الرياضيه، وطلعت منه باصابه. وطلعت موليه. طلعت مولية منه، بديت أركض بروحي لين التقيت بكابتن عمر الفيرتشاوي. نعم. كان مؤسس جروب هو وكابتن محمد عبد الله. ودخلت وياهم، تعلمت منهم وايد، عرفت شلون راح أطور نفسي، تميت معهم تقريبا سنة كاملة. بعدها فكرت إني أنا أطور من نفسي، أدخل سباقات برا، أزيد المسافة. فكلمني محمد عبد الله، اقترح علي إني أروح حق مدرب اكلمه وهو ساعدني في الموضوع، وقام يحط لي برنامج تدريبي ويتابعني. وانا اتدرب ما بين البيت والممشى. ولا زال مكان تدريبك الممشى؟ الممشى والبيت. إيه. ومشاركات الخارجيه كلها انا افتح الانترنت. اي وين تتدربين؟ يعني انا اعتقد لازم هناك مضمار خاص لك. مسافة طويله ما يبي لها مضمار. ما يبي لها. لان انت اصلا لما تروحين سباق برا قاعد تركضين بالشارع. لكن اجهزه ايضا يعني في اجهزه يعني نعرف بالاجهزه حق الريل، تقويه عضلات الريل، الفخذ، الويت، الامور هذه. اتدرب بالبيت. كله كذي. يعني حتى ما تروحي النادي رياضي تتدربين؟ كنت قبل داش نادي فتعلمت، صار عندي خبره، درست النظري درسته، فالحين انا اعرف اني انا شلون اقوي عضلاتي. تحاتين اكلك؟ هل هناك نظام معين للاكل تتبعينه؟ كثر ما اقدر احاول اخلي اكلي هيلثي. هيلثي لازم. ما اخربط. شلون كلش اذا ولا بالويك يوم بالاسبوع يومين بالاسبوع تخربطين؟ كثر ما اقدر. إيه؟ ما حد ما يعني اوكي واحد يخربط مرات، بس كثر ما اقدر. نعم ياثر فعلا لأن ما عندي وقت باليوم، فعادي اذا الواحد مو فاضي. نعم ما يخربط. صح اكيد. زين انتم كبنات الحين كويتيات اللي داشين نفس المجال، ما تلتقون، ما تحاولون تدربون مع بعض، تسوي لكم على الاقل مجموعه خاصه فيكم؟ بلى، عندنا في مجاميع نروح مرات، يجون يعني مثلا نتفق يلا اليوم التمرين خلينا نتمرن مع بعض. نعم. خلينا نركض مع بعض، تصير. بلى. زين الحين فاطمه انت ما شاء الله يعني عندك ميداليات، حققتي بطولات بنتكلم عنها، لكن يعني بعد ما شفتي نفسك بان انت عندك الموهبه وعندك القدره في الجري الماراثون، ما فكرتي تنضمين الى احد نوادي الكويت؟ اي نادي؟ عندنا مثلا نوادي الكويت اكيد فيها يعني لهذه الرياضه. ما عندنا الا نادي الفتاه. السالميه دائما يستقبلون ما شاء الله ولا ماكو؟ لا ما عندهم حق البنات. ونادي الفتاه ما عندهم حق البنات. غريبة. لاحظ. غريبة. أنا لما رحت لما دشيت نادي الفتاة حتى ما كان عندهم فكرة أن البنات حق الماراثونز أو المسافات الطويلة، خذوني حق المسافات المتوسطة، وأنا داشة عندهم أبي 5 كيلو وفوق،
كانوا قاعد يدربوني حق 800 متر. متر اوف. كان هذا تدريبهم حقي. كلش ماكو حتى في نادي القرين. ف انا طلعت من عندهم ذيك الفتره وما عندهم اللعبه اصلا، ما عندهم اللعبه. فانت قاعد تمثلين نفسك بنفسك، السبونسر لك الراعي منو؟ انا. انت من نفسك؟ يعني لما اللي انا حابه اللي انا قاعد اسويه. لما تسافرين وتشاركين في بطولات خارجيه كلها على حسابك؟ لا لا. زين قولي لي الحين انجازاتك، بدل من انت قاعد تمثلين نفسك وتمثلين طبعا باسم الكويت، يعني اكيد تلبسين علم الكويت وتشاركين باسم الكويت. هو اكيد انا لما اجي اسجل اصلا من الاسئله يسالون اياها انت من وين؟ فاكيد راح احط الكويت، لما تطلع النتيجه ينحط علم الكويت. اكيد اكيد ان شاء الله ان شاء الله يا رب. نعم، خلينا نتكلم عن الانجازات. هذه الميداليات كل واحده متى حصلتي عليهم؟ ونبي طول السباق كان ماراثون. انا طبعا ركضت كذا ديره، ركضت باليابان، ركضت بهونغ كونغ، ركضت بسنغافوره سياحه، ركضت بروما بهولندا بالمانيا. يفرق ما شاء الله. يفرق بين اوروبا وشرق اسيا؟ يفرق وايد تفرق. شلون؟ اللي يركضون يكونون غير عن بعض، يعني مثلا اذا انا ركضت باليابان هناك يحبون يسوون يعني فن من الركض، وايد يحبون يلبسون كاستومز وهم يركضون. لبستي كاستوم؟ تلبسين اقنعه؟ قالوا سالفة الاقنعة كاستم البس، مو القناع. القناع اساس يعني التلوث والامور هذه. لا 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 لا, لا مو قناع، قناع البس مثلا باتمان، قاعد البس هلو كيتي، مثلا البس هلو كيتي حق اليابان. انا استخدمهم حق المسافات القصيرة، مثلا 5 كيلو اقدر البس. 5 كيلو هاي مسافة قصيرة بالنسبة لي. الطويلة وين؟ 42 كيلو. 42 كيلو 42 كيلو 42 كيلو ايش كثر ياخذ وقت 42 كيلو بالنسبة لك؟ بالنسبة لي انا 4 ساعات ونص. متواصل. ايش على بالك على الماراثون هذا؟ تبارك الرحمن. زين فاطمه، الحين ما شاء الله الميداليات مختلفه، فشرحي لنا كل ميداليه ومن وين وشنو المركز. الميداليه الاولى هي كانت من الهند. نعم. 10 كيلو كانت بس. الصفراء اللي على الجنب. نعم. كانت 10 كيلو. نعم. اليمها. هاي كانت وايد صعبه لان كان الجو رطب جدا. اوه. بس كانت حلوه، يعني انه كلتشر جديد. نعم. قاعد تركض مع ناس وجميله. الميداليه الثانيه كانت حق اول ماراثون انا شاركت فيه، كانت بطوكيو. طوكيو هو من الورلد ماراثون ميجرز، من الميجر ماراثونز. نعم. وكش عندهم ضخم لازم. هو يعتبر بمستوى بوسطن، بمستوى لندن. المشاركين كانوا 36,000 واحد، انا كنت واحده منهم. انت الوحده الكويتيه ام الوحده الخليجيه؟ الخليجي. اوكي، من البنات انا ما اتوقع في احد من الكويت شارك هنا. بس انت. اي. لكن الخليج. الخليج ما ادري اذا في احد مشارك هنا. نعم. صراحه ما عندي فكره، ما اعرف احد انا هناك شارك. نعم. الميداليه الثالثه. الخضراء هذه الكبيره. هذه من سنغافوره. نعم. كانت 10 كيلو. اللي وراها كانت هامبورغ بالمانيا 42 كيلو ماراثون. 42 كيلو. الالمان ما يغشمرون. تعرفينهم انت. اللي وراها من روما. اي. طبعا ركضة روما هذه ركضة التاريخ انا اسميها. يعني انت قاعد تاخذ تور سياحي. نعم. تاريخي بعد. نعم. لان نعم. روما. صح. 42 كيلو. نعم ما شاء الله، يعني ميداليات كثيرة والى الان يعني انت قاعد تمثلين نفسك يعني. فما احنا عندنا وقف يعني للايقاف رياضي، لكن اذا ان شاء الله ازيل هذا الايقاف فهل راح تقدمين نفسك لنادي يعني؟ يعني ما يصير كذي انت قاعده تمثلين نفسك بس بروحك. اذا موجود النادي اروح اقدم نفسي. ان شاء الله احنا بنحاول الحين نقدم الدعم لك باذن الله فاطمه، لان انت قاعده تسوين انجاز حلو خصوصا لفتاه يعني، وانت عندك شغل ثاني لكن مستمره في هذه الرياضه. نعم. فاطمة، قبل شوي مثل ما ذكر محمد يقول ان انت مظلومة اعلاميا، انت شايفة الشيء هذا صحيح؟ انا ما افكر بهالموضوع وايد، لاني انا قاعدة اسوي اللي انا احبه فما افكر. ما يصير يا فاطمة، ما يصير، انا لازم اشرب ماي. ما يصير يعني انت لازم قاعد تقدمين شيء حلو وشيء عالمي واسم الكويت قاعد يعني يكون موجود في العالم كله. هل هم يتواصلون معك ولا انت حريصة انك تزودين الصحف مثلا او ال لا ما حد قاعد يحاكيني، ما حد قاعد يكلمني. نعم. اذا حد كلمني اكيد انا راح اكون متعاونه. لا ما حد قاعد يحاكيني. لا ضروري يعني اخذيها نصيحه مني، قبل ما تروحين لاي مشاركه. نعم. خارج الكويت المفروض انك تبلغين اي احد في من الصحف من. نعم. الجهات الاعلاميه ان انت رايحه تشاركين، لان احنا فعلا نفرح
وتكون قلوبنا معاك وانت موجوده أكيد. هناك أكيد. يعني مثل ما انت رايحه تسوي شيء تحبينه خلينا نشوفك وانت قاعده تسوينه 100%. وعندنا ايضا احنا في قناه المجلس برامجنا يعني كثيره، وايضا يعني اكيد اللي الاخ المعد يعني تواصل معاك تعطينا المعلومات، وباذن الله ان شاء الله نشوف اسمك عالي وكبير ان شاء الله فاطمه ابو عباس. شكرا لك وجودك معنا، اذا عندك كلمه اخيره. مشكور، يعطيكم العافيه على الاستضافه. حياك الله. الله يسلمك ان شاء الله. واحنا مستمرين معاكم من بطله كويتيه فاطمه ابو عباس، ايضا الى انجاز فتاه كويتيه. اليوم كلها فتيات كويتيات ما شاء الله، وعندها انجاز الكتروني لازم نجيب موبايلنا معنا. ذهبوا موبايلكم معاكم بعد الفاصل.